الله، وصلنا على المستشفى. بريما هو المورينا بتجي مبلطحة. ما بتفوت حملة تنارك، ما احملها بالطول، ما هو حق الظلمة. ممنونك اهلين. خافشش اسم العام. لهون يلا 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 وصلنا. ايه ما في حدا هون. فوتوا لهون، فوتوا. فوت لهلك، فوت. وصلنا على المستشفى، هلا بيعالجوك وبيمشي حالك. شوي. ايوه. شو في؟ ها؟ شو بك مشو؟ ايه ماشي. بس حملت نارك، كب عليط ايدي. عم احل. حكيمة خبرني اول شيء، شو قصته؟ شو صار معه؟ هيدا شنط في صديق عمري. ايه كنا بالاسطبل انا وياه. وين كنت؟ بالاسطبل. اسطبل؟ ايه بالاسطبل. بالاسطبل ايه. هو واقف عم بيطعمي للخيل. ايه للحصان. عم بيطعمي للحصان. قصدت المورينا من الصاف اجت عن صدين صنصلة ظهره. وصحقت وصحق. شو عرفك؟ ما معروفي، ما بنعرفها كلها للخبرية. أنا؟ طيب هلا كيف بدنا نعالجه للشناطفة؟ طيب أول شي روق شوي. المشروع عنده أسورانس؟ تأمين يعني تأمين. تأمين؟ لا ما عنده تأمين. ضمان؟ ضمان؟ لابس ضمان؟ لك ضمان يعني هو بيشتغل بشي مضمون؟ لا ما بيشتغل شي، هو بالاسطبل. ايه بدنا كاش لكن. لا مين كيف يعني؟ بدي كاش، بدنا مصاري لنطبب وللزلمة. ليه بدك؟ ليه بدي اعطيكي كاش؟ كيف بدنا نطبب وشو نطببه ببلاش؟ انا بدي اعطيكي كاش لإلك؟ بدنا بدك تدفع لي 300 دولار كرمال نطبب وللزلمة. 300 دولار؟ 300 دولار، إذا ما معك ياهم أنت وياه هلا بنفوتوا بالمستشفى. مرحبا. ماتموزيل. ايه؟ عمتي سوريا جابوها. افريت شو عم تعمل هون؟ مش ناطفه هون. ما عرف شو صار فينا. شو صار فينا كنا بالاسطبل. ايه قشطه المورين عشت على صدين سلسله ظهره. وصحقت وصحق. انا شو عرفنا؟ ليش عندك غيرها هاي الخبريه؟ ماتموزيل دخيلك عمتي هون. سوريا بتاني اوضه. ايه شو عمتك هون؟ عمتي هون. ايه سوريا؟ لك ايه عمتي سوريا. اخته لابوك؟ لك ايه اخته لابوي. شو شبهها؟ طمني عنها. لا من ايدها ولا من اجرها يا فريد. تقطشوا ايديها واجريها. شو تقطشوا؟ الله يبعد الضربات. قاعده هيك وقعت لحالها بالله. ده لو سمحت انا بدي روح ظبط الاوراق هلا. بدك تامن المصاري كرمال ظبط الاوراق. خلص اعتبريهم تامنوا. مشي الحال يعني؟ مشي الحال. روحي عباس. شوفي جيت والله جيبك. عشو جيت والله جيبنا؟ معك شي قرشين. معي 1000 دولار هول بدي احطهم على عمتي. شو بدك فيهم هلا؟ هات ناولنا اياهم. ليش بدي ناولك اياهم؟ طب انا عالجي شناطفه. روح عالجي شناطفه انت لحالك. اعطينا 300 دولار منهم. عمتي ابدا يا فريد. شو اشبه؟ لا كيف عم بتقاوى؟ وعمتي شو بعمل فيها؟ يا غشام شمعاني. عمتك قد ايه عمرها عمتك؟ 94. هيدا قد ايه عمره؟ بعده بعد الشباب وظهرت عمره. هلا هذا المقياس عندك هيك؟ اذا عمتي عمرها 94 شو بتركها تنقط؟ انا بحلك بقتلها. لك ليش بدي اقتلها بعيد الشر عنا؟ انت ما معك خبر؟ شو في؟ ليش ما خبروك عباس؟ شو خبروني؟ انه عمتك سوريا. ايه كتبت شو اسمه الورقه اللي شو اسمه هيدي اللي بس بدها تموت كل ثروتها بدها تعطيها لالك. لوصيه طالعة لالك. ما معك خبر؟ لا ما يا غشمشم. لك فريد انت منين عندك كل الاخبار؟ انا ابوك خبرني. هي الحاج خبرها؟ ايه والله. قال لها سوريا معلقة فيك كتير. لا معلقة فيك كتير لعباس. قال بس بدها تموت كل الأراضي بحاروف بيخدهم. أنا؟ بدها تعطيهم لعباس كل الأملاك والأرزاق الذهبيات والمباريم تاعولها كلياتهم لعباس. شو بدك منه؟ أنا محلك هلا بقتلها لسوريا. لا ما بقتلها. خلص طول بالك لحظة. خليها تختك وتعفن عندهم بالطوارئ. خلينا نعالج هذا اللي مشحها. منعالجه. شو بدك؟ هات لك 1000 دولار. هاي 1000 دولار. يلا يا حني شايلهم على جنب. مستر شهين. ايه نعم. بونجور. نعم اهلا. سوري بس لنا ساعة عم ندور عليك نحن من المحاسبة. ايه تفضلي. بخصوص عمة حضرتك. ما معي مصاري. عمتي سوريا؟ ايه. ما معي مصاري. يا مستر. ما معي مصاري. يا حبيبي بس انه شو ما معك مصاري مجبور تدفع يعني مش مزح. ما راح ادفع ولا قرش. ما معي. خلاص اعطيتهم لا. بقول لك ماما. دبروا حالكم. شو فيني هلا الشناطفة شو بده يصير فيه؟ مين الشناطفة؟ الشناطفة هذا صديق عمري. هذا اللي مشحر كان بالاسطبل.
وقعت المورينا من السقف اجت بنص دين صنصت ظهره وصحات وصحة حملت نوري شو عرفي؟ كلنا بنعرف هالخبرية. طيب المهم هلا المهم شو بدنا نعمل؟ بدنا نفوت الشنط في لعندكم. قالوا لي اذا شو اسمه في تأمين ما عنده تأمين ايه؟ في ضبان ما لابس ضبان قال بدهم كاش. طيب ايه فإذا الحكيمة بكلف 300 دولار. طيب يعني بدي اخذ 300 دولار هلا منك. رح ندفعكم 300 دولار عن الشنطة. عن الشنطة. طيب وعمتك سوريا شو بنعمل فيها؟ انسي عمتي، الأعمار بيد الله خلاص. ماشي. هيدي 300 دولار عن الشنطة، روحي قولي للدكتورة اللي كانت هون الشنطة جاهز لحتى يفوت على العملية. طيب ميرسي، بدك تمضي لي ورقة بس. هلا بمضي لك ست أوراق كمان، أنا فاضي. أنا محلك، أنا محلك بفوت بفطسها هلا. لمين؟ عمتك. لخليها تروح. عملية يومين ثلاثة بطورت. خلص اتركها على رب العالمين هلا، راحت راحت. ما عم تقلي. خبرت الدموزيل بس شاهين ما هيك؟ نعم. ما معي ولا قرش ادفع، ما راح ادفع، خليها تموت. اتكلت. بدي خبرك خبر كثير حلو. قولي على شيء قوليه. عمتك الحمد لله قامت بالسلامة. قوليها لقامتك. شو عم تحكي؟ ايه وفيك هلا تفوت تاخذها والحمد لله على السلامة، فيها تروح على البيت وتغسل العين مثل الحصان. هذه عمتي بتغط وبتقوم مبين دغري. حمل تنورها، حمل تنورها لقرينا كيف ما عم. هلا ما بقى اشبه شيء. ما بقى اشبه شيء، فيك تفوت تاخذها ومشي الشنط في مشي الاوراق والحمد لله كمان كل شيء منيح. فريد انت كيف صرت؟ احسن بكثير. اه هذه التلقيحه نفعته يعني. ايه بس هالتلقيحه نفعته. فريد هات الالف. فيه اذا بدك تاخذ لك ما بدي شيء. اه برافو عليك. توافق. اسم الله عليك ليش ناطي بتركض بتعمل هلا 100 متر سبق. هذا شنو؟ لحظه. اعطينا نوال الألف دولار اللي اعطيتك اياهم. انا 1000 دولار؟ هلا اعطيتك 1000 دولار ما تعمل لي اني وما انا. ما دفعنا منهم 300 دولار كرمال الشنط في. بس بيبقى 700 هيتهم انا قبلين فيهم. انا اعطيك 700؟ ايه بدك تعطيني 700 شو؟ طيب عباس انت اعطيني 1000 انا اعطيك اياهم 700 ناقصين ولا ممكن؟ ما بدي خي اعطيني. لا ممكن خي اعطيني ال 700 وبيتي بالقلعه بترجع بتعطيني 300. ال 700 ما برد لك اياهم غير 1004. ليش شو في خير؟ كيف بدك ترد لي اياهم؟ ما بدك تعمل قرشين؟ بشو بدي اعمل قرشين؟ عباس نعم غدر الزمان. مين هو هذا؟ غدر الزمان الكراك جديد بالصبت. حصان؟ لك هلا لا حصان ولا حمار، ما تعملني فيها حصان. غدر الزمان مش حصان؟ سمعتي فيه؟ تلعب بالسبق؟ أنا اللي بلعب بالسبق. أنا اللي بلعب بالسبق. تلعبي بالسبق؟ خليك دقيقة، خليك دقيقة، أنا عم قلها لرفيقتي إنه غدر الزمان أقوى حصان، دوق شوي روح. شفت كيف العالم بتفهم؟ رولا رولا لعيبة سبق. شوفي يا فريد. إلا مين أقوى حصان؟ قولي له مين غدر الزمان؟ غدر الزمان هيدا اهم حصان بيلعب. انا مين بيلعب؟ مين بيلعب؟ انا بلعب بالصلاة. عم تمزح؟ انت ما بتشتغلي بالمحاسبه؟ بلا. بتفوتي على الصندوق بتقش الصندوق تاع المرضى كل يوم. شو بدك فيه؟ ايه بعطيني اياهم. انت معك قرشين؟ بدك تعملي قرشين؟ ايه بدي اعمل. قد ايه معي؟ هي انا شوفه لحالي. هات لشوف. بتجيب الصندوق تعطيني اياه بنحطهم هول 200 دولار. لك شو بدك فيه؟ ما تعطي اياهم. خلينا نسمع. بنحطهم على غدر الزمان. بعد الظهر الشناطفي بيكون لم الغلة، ترجع الغلة اللي عندك بتحط الصندوق وبتعملي قرشين لجايتك، وانت دكتورة بتعملي قرشين عباس ال 1400 بيرجعوا لك. باقي هون خمس دقايق. يلا روح قش الصندوق وجاي. فريد لحظة، خذي الشناطفي معك. شناطفي كل المحصول بتحطه على غدر الزمان. روح قلك غدر الزمان اثبت حصان. هلا انت اللي بليتني هالبلوي. انا ما بليتك شيء، انا بدي اعمل لك قرشين. ما تعمل لي فيها انا وما انا. مش انت اللي قلت لي هات 1000 دولار وبعطيك اياه وبرد لك اياه؟ هلا انا. مش انت قلت لي انه عمتك هلا بتورطها وبتاخذ منها الاراضي؟ رح تورطها مبلا. انا قلت لك. ايه لكن لكن انت اللي بتكون ورطتني هلا. قامت انت. انا ورطتك. ما فتلي فيها انا وما انا. هات المصريات عمل لك. اه يا غشمشم، المصريات صاروا مع شناط في والله رح يعمل لك اياهم دبل. شو معنى دبل؟ دبل. اهلا بك تعمل لي اياهم دبل. يلا امشي قدامك. ما بدي امشي. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. راحوا الالف. الله لا يوفق عمتك، ما بتموت لا بالحلال ولا بالحرام. لبعيد الشر عنا.